السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. أبارك لكم قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وتقبل الطاعات، وكل عام وأنتم بخير. سائلين الله أن ينشر الأمن والأمان والاستقرار في بلاد المسلمين وخصوصا في العراق. أول حلويات للعيد راح أقدم لكم طريقة عمل الكعك المحشي بالحلقوم. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 كوب سكر باودر، ضفت له 4 ملعقة أكل مملوءة زبد، 1/2 كوب زيت، و1 حبة بيض، وهنا عندي 1 كيس كريم شانتيه، الكريم الباودر متوفر بالعراق. خلطت هاي المواد وراح أضيف له 1 ملعقة أكل بيكنج باودر، ونصف ملعقة أكل فانيلا. خلطتها هاي المواد وراح أضيف لها طحين. طبعا أضيف الطحين وأخلط حتى شقد يحتاج، لأنه حسب نوع الطحين. مرات أنتوا مثلا الطحين مالتكم ما يحتاج هواية تضيفون كمية يعني أكثر، فأنا ضفت 1 كوب، وهسه ضفت 1/2 كوب، وراح أبقى أعجن إلى أن أتأكد أنه العجينة صارت متماسكة. هسه هذا 1/2 كوب ضفته وراح أبقى أعجن، وهسه راح أضيف 1/2 الثاني إلى أن يتماسك العجين. هسه ضفت 1/2، يعني هسه صار عندي 2 كوب، ومن أشوفه يحتاج أضيف بعد. وهاي الطريقة أفضل من ما تضيفون مباشرة كمية الطحين. ضيفوا وعجنوا وتأكدوا. هنا ضفت هنا 1/4 كوب تقريبا بهالصورة، وهنا شفت العجينة تماسكت، ما تحتاج بعد، بدأت تتماسك، ما راح أضيف بعد. يعني 2.25 كوب طحين ضفت وعجنته. لازم تعجنوا عجن جيد، ولازم يكون جو الغرفة مو حار حيل، لأن بيزبد وممكن يذوب بسرعة إذا جو العراق حار. بالنسبة للي عايشين بالعراق لازم ينتبهون، لأن هذا الكعك لذيذ جدا، يشبه طعم البيتيفور. العجينة مالته تشبه البيتيفور. هنا عندي هاي العصارة مالت الليمون، غلفتها بهذا النايلون وراح أطبع بيها. غلفتها بهذا النايلون حتى يصير سهل علي من أطلع العجينة. هسه راح تشوفون شلون راح اسوي. وانا بديت شغلت الفرن من بدايه ما اشتغلت على 180 من الاعلى والاسفل، وراح اخلي الصينيه ببسط الفرن. طبعا هاي العجينه ابد ما تحتاج ترتاح او تختمر مباشره اشتغلت بيها، يعني لا تفكرون انه تختمر او اتركها ترتاح، لانه يجوز اذا ترتاح تذوب، لانه اذا الجو حار. فمباشره اشتغلوا بها. انتبهوا لهاي الملاحظه حتى لا يصير عندكم خطأ. هنا مثل ما تشوفون أخذت العجينة وطبعتها، مثل ما تشوفون أضغط عليها بهالصورة على الجوانب وعلى الوسط حتى تأخذ القالب الكامل، وبعدين راح أخلي لها حلقوم. وممكن تحشوه بجوز أو لوز أو سمسم ممكن، وأنا هنا حشيتها بحلقوم، عندي حلقوم جاهز قطعته إلى قطع، وهنا أخلي قطعة أو قطعة ونص حسب أنتوا شلون تردون، وأضغط عليها يعني أخلي لها شوية عجين إذا تحتاج، وأضغط عليها بهالصورة وراح أطلعها. هاي شوف شلون طلعت، شكلها كلش حلو وراقي وحلوة من تقدموها بالعيد من يجوكم ضيوف. شكلها راقي وأنيقة. هنا شوف الثانية، هاي أيضا أخذت عجينة وأضغط عليها بهالصورة من الجوانب، وأخلي لها الحلقوم. أنا عندي حلقوم بجوز الهند وحلقوم بالجوز العادي. وهنا مثل ما تشوفون الزيادات اللي تطلع من برا أثنيها، وأجيب عجينة أيضا إذا محتاجة وأقفلها بهالصورة. هاي
أضغط عليها زين، أضغطوا عليها بس على هوا إيدكم. تابعوني على الانستغرام إراكي فود كي. هاي هنا شوف شلون صارت، شكلها كلش حلو راقي وطعمها أيضا لذيذ جدا. هسه من إن شاء الله تجربوها وتكتبوا لي، كلش طيبة وشكلها حلو. إذا شفتوا تحتاج عجين ممكن تضيفون لأنه ما يأثر، وضغطوا بالوسط حتى الهرم مالتها يطلع مضبوط، رأس الهرم، فضغطوا بإصبعكم وهنا مثل ما تشوفون غلقتها هالصورة. يعني زيادات الطالعة عن القالب أرجعها وأجيب عجينة إذا محتاجة أكثر وأضغط عليها. هذا الكعك ما يحتاج يبقى بالفرن مدة طويلة، ولازم يكون الفرن على 180 يعني مو حار حيل، وياخذ وقت 10 دقائق. لأنه احنا ما نريدها تصير لونها ذهبي غامق، لا تبقى بياض بها، بس مجرد تتماسك. وانا خليتها بالفرن بعد ما كملت، وهذا شكلها من بعد ما طلعتها. وهنا راح ارش عليها سكر باودر بهالصورة واقدمها، وهذا شكلها النهائي. هنا من بعد ما قطعتها بس حبيت اشوفكم الحلقومة من الداخل. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.